هذه عيادة الوجه والفكين هي أول عيادة داخل المركز، وهذه هنا لدينا ثلاث عيادات أسنان بالإضافة إلى أشعة البانوراما. هذه أشعة البانوراما، ولدينا عيادات أسنان حديثة. تم رفض المركز إن شاء الله بعيادات جديدة أخرى. هذه العيادات طبعا تقدم كل خدمات طب الأسنان في كل الخدمات المقدمة في طب الأسنان تقدم في الهيئة، مع الآن يتم التنسيق لعمل مشروع مركز طب أسنان متقدم وتوفير معمل أسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خليل قاسم، استشاري جراحة الوجه والفكين في هيئة مستشفى مارب. طبعا تم افتتاح مركز طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين بجهود من الأخ رئيس هيئة مستشفى مارب الدكتور محمد القباطي والإدارة الفنية وبقية الإدارات في الهيئة. تم رفض المركز بعيادتين جديدتين للأسنان، والآن سيتم رفض المركز بعيادتين أخرى جديدتين إن شاء الله في الطريق. الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسنان في الهيئة هي عبارة عن جميع المعالجات السنية التي يتم إجراءها داخل المركز، بالإضافة إلى خدمات عيادة جراحة الوجه والفكين وحالة جراحة الوجه والفكين سواء من الجرحى أو من المرضى المراجعين للعيادات، بالإضافة إلى أنه لدينا أشعة بانوراما موجودة داخل مركز طب الأسنان في الهيئة، ونطمح إن شاء الله إلى المزيد من الخدمات للمرضى المراجعين والجرحى ومزيد من التطور إن شاء الله. ونتمنى أن تكون هذه خطوة في تطوير خدمات طب الأسنان في الإقليم، وإن شاء الله بجهود رئيس الهيئة وإدارة الهيئة سيكون هناك تطور ملحوظ في بقية الأقسام، ومشروع إنشاء مركز جراحة وجه فكين لاحقا إن شاء الله. تطوير خدمات طب الأسنان من ضمن الخدمات المقدمة في الهيئة هي خدمات الأطفال المعاقين والأطفال الذين لديهم إعاقات ذهنية أو يصعب التعامل معهم في عيادة الأسنان. يقدم مركز طب الأسنان هذه الخدمة بالتنسيق مع قسم العمليات في الهيئة والتنسيق مع أطباء الأسنان والكادر الطبي العامل في المركز. نطمح إن شاء الله إلى تطوير الخدمات الطبية بشكل عام في الهيئة وفي مركز طب الأسنان.